يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط للتحريم النية عند التشبه بالكفار بحلق اللحية؟ هل إيش؟ هل يشترط للتحريم أن يكون ناوياً للتشبه بالكفار في حلق اللحية مثلاً؟ تحريم، لأن الرسول نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، فإذا عصى الرسول فعل المحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، نوى التشبه وما نواه، وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف أمره، ارتكب المحرم، فإذا نوى التشبه فهذه زيادة شر، زيادة إثم. نعم.